بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على introduction to water hammer using software. السوفتوير ده اسمه اليفي. اكشوالي في الجزء ده ان شاء الله هو عباره عن مجموعه من الفيديوهات اللي انا هركز فيها على الباكج اللي اسمها اليفي اللي بتستخدم في اناليسيس للووتر هامر. في البدايه خالص هنتكلم على ايه هي السوفت ويرز الموجوده في السوق والمتاحه لعمل اناليسيس للووتر هامر. ده رقم واحد. رقم اتنين هنتكلم على تحديدا على الاليفي باكج. بعد كده هنتكلم على ازاي نعمل انستول لاليفي باكج وايه هي المين فيتشرز بتاعت اليفي باكج بتاعتنا. فخلونا نبدأ النهاردة كده نتكلم على أول حاجة الكومن ووتر هامر باكجز. فاحنا عندنا من أشهر الووتر هامر باكجز هي الهامر أناليسيس بتاعت بنتلي. بعد كده في عندنا كمان الابلايد فلو تكنولوجي اي اف تي امبلس، سواء كانت بنتلي هامر او اي اف تي امبلس، دول تبع شركتين في الولايات المتحدة الأمريكية. وكمان عندنا برنامج اسمه اليفي ده معمول في اسبانيا، وفي كثير من البرامج الاخرى، يعني اكتر من 20 30 برنامج او سوفت وير او باكجز تستخدم في الاناليسز على مستوى العالم. والجدول زي ما انتم شايفين ده المصدر بتاعه، البيبر بتاعت سنة 2021. الجدول ده بيبين ايه السوفت ويرز المختلفة ومين الانستيتيوت اللي هو عملها، وانا حطيت لكم الثلاثه باكجز اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، البنتلي والاي اف تي والاليفي، حطيت لكم ايه بالدوتد ريد لاين. في البدايه ايه هو اليفي سوفت وير؟ اليفي سوفت وير هو فري لايسنس سوفت وير، ودي طبعا حاجه ظريفه جدا. بيستخدم في عمل ستيدي اند ان ستيدي فلو اناليسيس في البايب لاين والديستريبيوشن نتورك. السوفت وير ده النتائج لاعمال ريسيرش اتعملت في جامعه يونيفرسيتي اوف فالنسيا، دي الجامعه دي في اسبانيا. فبالتالي بقى نتيجه ابحاث الدكتوراه والماجستير، ففي النهايه خالص ايه عملوا خلاصه هذه الابحاث بهذا ايه هذا السوفت وير، وهو زي ما احنا قلنا ايه فري لايسنس، يعني بالتالي انت تستطيع انك انت تنزله على الجهاز بتاعك وعلى كذا جهاز عندك، مفيش اي ايه مشاكل. يتميز الاليفي سوفت وير زي ما احنا قلنا بان هو فري لايسنس، ومش هتلاقي بقى فيه ادز وادفرتايزنج وحاجات زي كده. الحاجه الثانيه ان هو ممكن تستخدم فيه عدد كبير جدا من الاليمنتس، سواء كانت البايبس او النود او الجنكشنز او الفالفز او المحابس او الطومبات او التربينات، ف unlimited number ممكن تستخدمه. كذلك السوفت وير عنده قدره على انك تقدر تعمل سيناريو كومباريسون، فمثلا ممكن تعمل السيناريو بتاع without البروتكشن بتاعه الهامر وتقارنها بالسيناريو بتاع with protection بتاع الهامر وخلافه، فيبان الفرق ما بين السيناريوز المختلفه. بيعمل ستدي طبعا وان ستدي اناليسيس. السوفت وير كذلك برضو ممكن استخدم في ان انا اكتيفيت ان هو without cavitation او with cavitation، يعني اكونسيدر الكافيتيشن في الاعتبار او ما اعملش كونسيدريشن الكافيتيشن في الاعتبار. الحاجه الجميله كمان ان السوفت وير بيقبل الداتا اللي جايه من برنامج الايبانيت اللي هو ببلاش برضو، فبالتالي يبقى انت عندك الباكج كده اكتملت. لو انتوا فاكرين ان الايبانيت باكج كانت بتستخدم في ايه، في عمل ديزاين واناليسيز لمين، للشبكات المايه، بس ما كانش عندنا بقى سوفت وير بيعمل اناليسيز للهامر. فبالتالي اما استخدم الايبانيت مع الاليفي يبقى انا ايه قفلت الدنيا كده، وكل حاجه إيه ممكن استخدم برامج السوفت وير ببلاش واخلي المنظومه مكتمله. مين هو اليفي بقى؟ اليفي هو مهندس ايطالي، والمهندس الايطالي ده اسمه ليوناردو اليفي، وكان ليه كونتريبيوشن كبير جدا في دراسه الووتر هامر، وكان ليه بيبر شهيره فيها قدر ان هو يحسب البريشر الزائد نتيجه لحدوث الووتر هامر تقدير قيمته قد ايه. الحقيقه في يعني حاجه يعني تاريخيه ظريفه جدا، ان في ثلاث اشخاص، الثلاث اشخاص دول كانوا موجودين في ثلاث اماكن مختلفه من العالم. ليوناردو اليفي اللي هو الراجل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، وده كان موجود في ايطاليا، وجوكوفسكي ده عالم كبير جدا مشهور جدا بيسموه الابو الايروداينامكس، ده موجود في روسيا، وكمان جوزيف فريزل ده عالم موجود في ايه في امريكا. تخيلوا الثلاث علماء دول في تقريبا فيري كلوز تايم واحد تقريبا، يعني اليفي كان الكلام ده سنه 1902
وجوكوفيسكي سنة 1898، يعني جاست 3 سنين قبل إيه أليفي، وكان جوزيف فريزل سنة برضو 1898 زي بالظبط إيه جوكوفيسكي. التلاتة دول بدون تواطؤ، وتم إثبات ذلك إن هو بدون ما يكون كل واحد أي واحد فيهم على دراية باللي بيعمله التاني، قدروا إن هم يوصلوا للمعادلة اللي بتحسب البريشر الزائد نتيجة لحدوث الإيه الحمر، بس طبعا في ظروف إيه في ظروف ايديالايزد يعني. فعشان كده طبعا ليوناردو أليفي من العلماء او من المهندسين المشهورين، وليه باع كبير في في دراسة موضوع الوتر الحمر. طيب ليه الأليفي سوفت وير مش مشهور زي الايبانيت وزي بعض السوفت ويرز التانية؟ الإجابة رقم واحد، لأن البرنامج أول لما نزل اللي عملاه طبعا يونيفرسيتي فالنسيا في أسبانيا، فكان بالأسباني لحد سنة 2018، فنزلت له إديشن بالإنجلش وبالبرتغالي، فبالتالي وانس ان نزلت له اديشن بالانجلش، فبالتالي بدا الايه الصيت بتاعه يذاع على مستوى العالم. السوفت وير كان طبعا فري لايسنس، فبالتالي تملي معروف الفري لايسنس بيكون الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعها بيكون ايه نوت ذات فليكسيبل كومبيرد بالايه بالكوميرشال باكجز زي البنتلي هامر. فضلا على ان ان جنرال السوفت وير اللي بتستخدم في الهامر قليل قوي الناس اللي بتتعامل معاها، لان قليل قوي الناس البروفيشنال اللي هم بيتعاملوا مع مسألة الايه الوتر هامر. مش كل المهندسين بيتعاملوا مع هذه المسألة، بس الناس كتير من المهندسين بيصمموا شبكات المية، اقل منهم بيصمموا ايه الحماية بين المطرقة المائية وخلال. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي هنعمل انستاليشن للباكج دي. فحضرتك هتروح داخل على اللينك ده، هتدخل على اللينك ده او تعمل سيرش على جوجل وتكتب أليفي بلس هامر بلس مثلا فالنسيا، هتبص تلاقيه هيوصلك لهذا اللينك، وفي النهايه خلاص ما تعمل داونلود لأليفي. وخد بالكوا أليفي ده بتعمله داونلود لايه للكمبيوترز اللي هي بتشتغل تحت الاوبريتنج سيستم بتاع الايه الويندوز، من ويندوز 7 فما ايه فما فوق، فبالتالي لو انت عندك ماك هيبقى في الاغلب مش هيشتغل معاك لحد ما ينزلوا بقى فيرجن لايه للماك سيستم او الاو اس سيستم. طب هتبدا تعمل له بقى انستول، فانستول للسيت اب دوت اي اكس اي. بعد كده الخطوه اللي بعد كده، بعد ما عملت انستول هيظهر لك بقى ايكون ليه شكل الايكون بهذا الشكل على الديسكتوب بتاعك، هتعمل دبل كليك ليها عشان تفتح الايه البرنامج. جميل، وانس انك انت فتحت البرنامج هتظهر لك ويلكم ويندو اسمها ويلكم تو أليفي، هتختار ساعتها ايه انت ايه اللانجوج بتاعتك، فطبعا هتختار انجلش في الحاله دي، وتقول له كونتينو وتدوس على كونتينو. بعد ما تدوس على كونتينو هتظهر لك ويندو تانية ليها علاقة باليوزر ايه ريجستريشن، ده شكل الويندو بتاعتك. طبعا ظهرت اللغة بتاعتك خلاص بقت انجليش. في الويندو دي هتبدأ تدخل بقى اسمك، تدخل سواء الفيرست نيم واللاست نيم، وتدخل ايميل، وخد بالك لازم الايميل ده يكون وركينج ايميل شغال، لان هو هيبعتك عليه معلومة مهمة جدا. وانس انك انت دخلت الايميل بتاعك ودخلت بقى البوزيشن بتاعك، هنا ممكن تقول طالب مثلا او تقول البوزيشن بتاعك ايه بالظبط، ساعتها بعد كده تدوس على ايه جيت لايسنس. جيت لايسنس ايه اللي هيحصل؟ ان البرنامج لازم تكون ساعتها متصل على النت بالمناسبه، البرنامج هيبعت لك على الايميل اللي انت حطيته هنا حاجه اسمها ريجستريشن كي، فانت تدخل على الايميل وتفتح الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا وتاخد الريجستريشن فيه وتروح حاططها هنا، تملاها هنا في الجزء ده. وانس انك انت حطيتها تقول ايه اكسبت، بعد ما تعمل تيك على ايه انك انت موافق على الشروط والايه والترمز اوف داتا تريتمنت، تقول اكسبت خلاص. بعد كده تستطيع انك انت بقى ايه تستخدم البرنامج بالفول كابابيلتيز بتاعت البرنامج، فتبدا تعمل ايه اوبن للبرنامج وتعمل ستارت نيو ايه نيو بروجكت. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية البارت ده. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم مع بعض على ازاي نحل مسائل باستخدام الايه أليفي، ونعمل توتوريالز على بعض المسائل علشان نعمل اناليسيس الوتر هامر والبروتكشن بتاع الوتر هامر. شكرا، السلام عليكم.